أن معامل الانكسار هو مقدار خالي من الوحدات، مقدار خالي من الوحدات. الموضوع التالي هو المسار البصري. ماذا نعني بالمسار البصري؟ كما نعلم إن المسار الهندسي بين النقطة A والنقطة B هو L. The shortest distance L between two points A and B. The light ray takes more time to go from A to B if located in a medium. لو كانت النقطتان A و B في الهواء وكانت المسافة بينهما L، فالزمن المستغرق للضوء للانتقال من A إلى B يساوي small t. لكن لو كانت النقطة A و B في وسط آخر وكانت المسافة بينهما L، فإن الضوء سيستغرق وقتا أطول للانتقال أو للسفر من A إلى B. كما نعلم أن معامل الانكسار يساوي سرعة الضوء في الهواء أو في الفراغ إلى سرعته في الوسط المادي. بما أنه السرعة تساوي المسافة على الزمن، وبما أنه المسافة هي من A إلى B، فC تساوي AB على small t، بينما V التي هي سرعة الضوء في الوسط تساوي AB نفس المسافة لكن على capital T، على capital T حيث أن T أكبر من small t، capital T أكبر من small t. والزمن المستغرق للانتقال من A إلى B في الوسط أكبر من الزمن المستغرق للانتقال من A إلى B في الهواء. من خلال الشطب وترتيب الحدود نحصل على أنه N يساوي capital T على small t، الزمن المستغرق في الوسط إلى الزمن المستغرق في الهواء، where T small letter and T capital letter are the time taken by the light ray in air and in a medium respectively، حيث إن small t و capital T هو الزمن الذي يستغرقه الضوء في الهواء وفي الوسط على التوالي. وأيضا نلاحظ أن N خالي من الوحدات. طيب، بالنسبة للمقارنة بين زمن الانتقال من A إلى B في الهواء وزمن الانتقال من A إلى B في الوسط، نلاحظ أن الزمن في الوسط أكبر من الزمن في الهواء. طيب، إذا كان الزمن في الهواء والزمن في الوسط متساويان، ماذا يحصل؟ If a ray of light travels a distance L in a medium of N in a certain interval of time T، إذا كان الضوء ينتقل لمسافة L في وسط ما معامل انكساره N في فترة زمنية مقدارها small t، then it would travel a greater distance، إذن هو سينتقل إلى مسافة أطول مقدارها دلتا في الهواء. يعني إذا كان الزمن متساوي
فإن المسافة التي يقطعها الضوء في الهواء أطول من المسافة التي يقطعها في الوسط خلال نفس الزمن. Then it would travel a greater distance delta in air during same interval of t. طيب نلاحظ أن المقارنة أو النسبة ما بين المسافة المقطوعة في الوسط في الهواء إلى المسافة المقطوعة في الوسط دلتا إلى L تساوي CT إلى VT. CT إلى VT حيث أن المسافة تساوي السرعة في الزمن. المسافة تساوي السرعة في الزمن. بالشطب نحصل على أنه دلتا إلى L تساوي C إلى V، وكما نعلم أن C إلى V تساوي N، إذن دلتا إلى L يساوي أيضا N. مما سبق ومن خلال المواضيع التي تم التطرق إليها نلاحظ أن معامل الانكسار ممكن إيجاده بعدة طرق مثل النسبة بين جيب زاوية السقوط وجيب زاوية الانكسار، والنسبة بين سرعة في الهواء إلى السرعة في الوسط، والنسبة بين الزمن في الوسط إلى الزمن في الهواء، وأيضا المسافة في الهواء إلى المسافة في الوسط. موضوعنا التالي هو dispersion و dispersion and prisms، وهو التشتت والمواشير. dispersion التشتت يعني بأن معامل الانكسار يختلف اختلاف الطول الموجي للضوء المار خلال الوسط. The index varies يختلف with the wavelength of the light passing through the material. نلاحظ موشورا له معامل انكسار معين يسقط عليه بزاوية معينة شعاع من ضوء أبيض، وكما نعلم فإن الضوء الأبيض هو حزمة من الأطوال الموجية. نلاحظ أن كل طول موجي بالضوء الأبيض ينكسر بزاوية تختلف عن الزاوية التي ينكسر بها الطول الموجي الآخر، فالأحمر وهو أطول الأطوال الموجية ينكسر بزاوية معينة، يليه البرتقالي ثم الأصفر ثم الأخضر ثم الأزرق ثم البنفسجي. The rays that emerge spread out in a series of colors. إن الأشعة التي المتجمعة تنتشر خارجا بسلسلة من الألوان. Known as the visible spectrum. تعرف سلسلة الألوان هذه بالطيف المرئي visible spectrum. These colors in order of decreasing wavelength. وهذه الألوان إذا رتبناها تنازليا بنقصان الطول الموجي من أعلى طول موجي إلى أقل طول موجي هي are red
orange, yellow, green, blue, and violet. هي الأحمر والبرتقالي والأصفر ثم الأخضر والأزرق ومن ثم البنفسجي. Clearly, the angle of deviation delta depends on wavelength. ومن الواضح جدا إن زاوية الانحراف هذه دلتا تعتمد على الطول الموجي. تعتمد على الطول الموجي. وهذه الحالة حالة التشتت أو التحلل تحلل الضوء تحدث فقط في الموشور. تحدث فقط في الموشور. نأتي الآن إلى موضوع مهم آخر. كلما سبق في موضوع الانكسار كان الضوء ينتقل من وسط معامل انكساره قليل إلى وسط معامل انكساره أعلى من الهواء إلى الماء أو من الهواء إلى الزجاج وهكذا. ماذا يحدث إذا انتقل الضوء من وسط معامل انكساره أعلى من معامل انكسار الوسط الثاني المنتقل إليه؟ تحدث ظاهرة تدعى بالتوتال انترنال ريفلكشن، وهي ظاهرة الانعكاس الداخلي الكلي، أي أن الضوء ينعكس بشكل كلي إلى داخل الوسط. كشف العالم سنيل بقانونه المتعلق بالتوتال انترنال ريفلكشن قائلا: To find the critical angle when theta يساوي theta critical تكون ثيتا مساوية إلى 90 درجة. عندما تكون زاوية السقوط مساوية للزاوية الحرجة critical angle فإن زاوية الانكسار تساوي 90 درجة. طبعا 90 درجة مع العمود، وبالتالي ستكون الأشعة موازية للسطح الفاصل بين الوسطين. موازية للسطح الفاصل بين الوسطين. ومن ثم بزيادة ثيتا 1 ستعاني الأشعة من زاوية انكسار أعلى من 90 درجة مئوية، وبالتالي سترتد منعكسة كليا إلى داخل الوسط، فتحدث حالة الانعكاس أو الانعكاس الداخلي الكلي. الانعكاس الداخلي الكلي. لاحظ عزيزي الطالب، بالنسبة للأشعة 1 و2 و3 و4 و5، لاحظ أن زاوية السقوط من الوسط N1 إلى الوسط N2، حيث N1 أكبر من N2. معامل انكسار الوسط N1 أكبر من معامل انكسار الوسط N2. كما نلاحظ N1 أكبر من N2. بالنسبة للشعاع رقم 1 والذي زاوية سقوطه 0 مع العمود، يستمر بشكل مستقيم. الشعاع الثاني زاوية سقوطه ثيتا 1 وزاوية انكساره ثيتا 2 لا يعاني من انعكاس داخلي كلي،
الشعاع رقم 3 أيضا لا يعاني من انعكاس داخلي كلي. الشعاع رقم 4 هو الشعاع الذي يسقط بزاوية حرجة، فتكون زاوية انكساره تساوي 90 درجة مع العمود على السطح الفاصل بين الوسطين، لهذا نلاحظ بأنه موازي للسطح. إذا ما زادت زاوية السقوط عن مقدار الزاوية الحرجة كما في الشعاع رقم 5، نلاحظ هنا أن الشعاع رقم 5 لا ينتقل إلى الوسط الثاني، لا ينتقل إلى الوسط الثاني، بل يعاني من انعكاس داخلي كلي. Total internal reflection، الانعكاس الداخلي الكلي، occurs only when light is directed from a medium of a given index of refraction toward a medium of lower index of refraction. إذن الانعكاس الكلي الداخلي يحدث فقط عندما ينتقل أو يتجه الضوء من وسط معامل انكساره عالي إلى وسط معامل انكساره أقل. وبالتالي من خلال الرسم B نلاحظ وسطين، وسط الأول معامل انكساره N1 والوسط الثاني معامل انكساره N2، حيث N1 أكبر من N2. نلاحظ هنا عندما تكون زاوية السقوط تساوي زاوية الزاوية الحرجة ثيتا سب C، إذن تحدث أدنى حالة الانعكاس الداخلي الكلي، حيث تبدأ الأشعة بعدم الانتقال إلى الوسط الثاني ولا تخضع هنا إلى حالة انكسار، وتحدث معها فقط حالة الانعكاس الكلي. طيب، هنا لدينا أشعة تنتقل من وسط معامل انكساره N1 إلى وسط معامل انكساره N2، وN2 أصغر من N1، N2 أصغر من N1. The angle of incidence theta 1 increases and the angle of refraction theta 2 increases until theta 2 is 90 at ray number 4. في هذا الشكل بزيادة زاوية السقوط theta 1 تزداد زاوية الانكسار theta 2 إلى أن تبلغ 90 درجة كما في الشعاع رقم 4. For even larger angles of incidence, the total internal reflection occurs. عند زيادة زاوية السقوط أكثر من ثيتا سب C كما في الشعاع رقم 4، فإن الانعكاس الداخلي الكلي سيحصل كما في الشعاع رقم 5. وبالنسبة للشكل B أيضا، the angle of incidence producing an angle of refraction equal to 90 degrees is the critical angle. هذا هو تعريف
للزاوية الحرجة. فتعريف الزاوية الحرجة هي زاوية السقوط، زاوية السقوط التي تولد زاوية انكسار مقدارها 90 درجة مئوية. تعريف الزاوية الحرجة هي زاوية السقوط التي تولد أو تنتج زاوية انكسار مقدارها 90 درجة، طبعا مع العمود. At this angle of incidence, all the energy of the incident light is reflected. احنا تذكرون قلنا بأنه الشعاع الساقط أو المنتقل من وسط شفاف إلى وسط شفاف آخر جزء من طاقته ينعكس وجزء من طاقته يمر خلال الوسط الثاني وينكسر بزاوية انكسار معينة. هنا عند الزاوية الحرجة at this angle of incidence all the energy of the incident light is reflected، كل طاقة الأشعة الساقطة ستنعكس. إذن كم مقدار الطاقة المنكسرة أو طاقة الشعاع المنكسر بعد ثيتا سب سي؟ نقول بأنها تساوي صفر. كما تلاحظ من الرسم لا توجد أشعة منكسرة في الوسط الثاني، بل الأشعة تنتقل وتنعكس كليا وداخليا في الوسط الأول. هذا الكلام متى يكون صحيح؟ عندما تكون الزاوية الحرجة أكبر أو زاوية السقوط أكبر من الزاوية الحرجة. لدينا هنا مثال عن الـ Total Internal Reflection. لاحظ عزيزي الطالب، كما نعلم فإن فهم السؤال هو نصف الإجابة، وكما نعلم إن سهولة السؤال أو صعوبته ليس لها علاقة بعدد الكلمات أو عدد الأسطر التي يحويها السؤال. نقرأ بتمعن. Find the critical angle. هذا هو الطلب. Find the critical angle. يريد من هذا السؤال إيجاد الزاوية الحرجة. For an air water boundary. For an air water boundary. هنا يجب أن يكون هنالك وسطين مختلفين في معامل الانكسار، الهواء والماء. The index of refraction of water is 1.33. لاحظ عزيزي الطالب أنه تم توضيح معامل الانكسار للماء فقط ولم تعطى قيمة معامل الانكسار للهواء، وهذا لأن معامل انكسار الهواء يساوي 1 دائما. إذن كما نعلم من قوانين الانكسار إن سين ثيتا سب سي يساوي N2 إلى N1. ربما يبدر إلينا سؤال إن القانون يجب أن يحوي كسرا يجمع الدالتين المثلثتين ساين ثيتا سب سي التي هي زاوية السقوط وساين ثيتا 2 التي هي زاوية الانكسار. في الحقيقة عند الزاوية الحرجة عندما يكون ثيتا 1 تساوي ثيتا سب سي
فإن ثيتا 2 تساوي 90 درجة. وكما نعلم إن جيب الزاوية 90 يساوي 1، فتم إهمالها هنا، وتبقى لدينا فقط ساين ثيتا سب سي. وهذه حالة خاصة يجدر الانتباه إليها. إذن ساين ثيتا سب سي تساوي N2 إلى N1، معامل الانكسار للوسط الثاني إلى معامل الانكسار للوسط الأول. هنا لابد أن نعلم بأن الوسط الثاني هو الهواء والوسط الأول هو الماء، لأن الكريتيكال أنجل الزاوية الحرجة تحدث فقط في حالة التوتال انترنال ريفلكشن، والذي يحدث فقط عندما يصير أو يكون الانتقال من وسط معامل انكساره عالي إلى وسط معامل انكساره قليل. إذن الهواء هو الوسط الثاني، فN2 تساوي 1 للهواء، وN1 للماء تساوي 1.33%. إذن هنا لابد أن نعلم أن ثيتا سب سي تساوي ساين إنفيرس للبوينت 75، وبالتالي نستحصل أن الزاوية الحرجة هي 48 درجة وثمانية بالعشرة. عندما يسقط الشعاع بزاوية 48 وثمانية بالعشرة تحدث ظاهرة الانعكاس الداخلي الكلي. لاحظ عزيزي الطالب، الزاوية التي يسقط فيها الشعاع، لاحظ، قليلة ثم تزداد ثم تزداد ثم تزداد ثم أكثر. ماذا يحدث عند زيادة زاوية السقوط؟ لاحظ أن الشعاع المنكسر أيضا تزداد زاوية انكساره إلى أن تصبح موازية. في هذه الحالة هنا يكون الزاوية R critical. لاحظ عندما تكون زاوية الانكسار 90 فإن الـ R critical، ومن ثم إذا زادت قيمة زاوية السقوط أيضا الـ critical ستحدث حالة الانعكاس الداخلي الكلي. هنا هو reflected، لكن بعد زاوية الانعكاس الحرجة يحدث total internal reflection. Total internal reflection.